من الواضح ان المتبرعين بالدم التكراريين هم اكتر ناس ممكن يكونوا بيتبرعوا بالمناسبه، مش كده؟ مقتنعين بالفكره وهم نفسهم حريصين، وهم كانوا راس الحربه لينا في الاول، وهو برضو خلي بالك انتشار في وسط المجتمع، يعني هو ابتدى يكلم الناس مع ان حسن المعامله اللي حاصله ادى ان فعلا في ان شاء الله تدفق، تتدفق ان شاء الله. زي ما انتم شايفين القاعه اهي، القاعه اللي فيها التبرع بالبلازما، الحقيقه يعني سواء الكراسي او الاماكن اللي هم قاعدين فيها، الدكاتره، الاجهزه، شيء الحقيقه انا اول مره اشوفه وافهم تفاصيله. انا بشكرك سياده الوزيره، وهنتابع رحلتنا في اماكن اخرى من المنشات الصحيه. احنا هنا في مركز التبرع بالبلازما في العجوزه الملاصق لفاكسيرا العجوزه. خلونا ننتقل لمكان اخر ولمنشات صحيه اخرى وقضايا صحيه. مرضى الضمور العضلي الشوكي الحقيقة المعاناة اللي بيشوفها الطفل منذ ولادته قدام أهله كده، المعاناة وتطور المعاناة دي لغاية ما يفقد قدرته على التنفس عشان العضلات التنفس كمان وقفت. اللي احنا بنعمله دلوقتي ان في عندنا 109 تم تشخيصهم فوق سن سنتين، دول هياخدوا علاج مدى الحياة ومعانا فلوسهم مدى الحياة. انسيجن والسيفير من أقوى المحتويات اللي في العالم في التعليم، وانسيجن والسيفير المحتوى ده احنا بنشتريه من انسيجن اكاديمي ومن السيفير في كل ما نتخيل من تعليم طبي، كورسات، جراحات، كلها فيرتشوال ولكن هي از ان انت بتتعلميها لايف. جايين ندي محاضرات للدكاترة اللي بنعرفهم ايه هي خدمات نقل الدم القومية، ايه هو المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ايه هي المعايير الجودة المتبعة في خدمات نقل الدم، بنشجعهم ايه الحاجات اللي هيكتسبوها لو التحقوا بالزمالة المصرية لنقل الدم ومشتقاته. احنا خدنا قرار وبدأ يتطبق من يناير 2020 ان 100% من اللي بيخش التكليف في وزارة الصحة يخش على طول على الزمالة. يعني الزمالة شرط أساسي للعمل كطبيب في وزارة الصحة. دولة الصين تلقى فيها لقاحات 1,933,000,000 شخص خدوا لقاح صيني، وأصبحت نسبة الإصابات فيهم قليلة جدا ونسبة الوفيات منعدمة. ده أكبر بحث ممكن يتعمل على أكبر عدد يثبت كفاءة هذه اللقاحات. اللي مش عاجبه سينوفارم هو اللقاح الآمن والفعال كويس، واحنا مسؤولين عن هذا الكلام بالدراسات وليس بالأهواء الشخصية. عمرك وانت في الكلية كنت متخيلة انك هتبقي وزيرة الصحة؟ لا، بس دايما كنت بحاول اعمل الحاجة الصح على قد ما اقدر.